لأن أنا أعرف حجم هذا، أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمدينة مثل سامراء. طيب. مدينة سياحية، مدينة كبيرة، مدينة مقصودة من كل الدول، مدينة حقيقة فيها الجانب الخدمي متدني جدا جدا متدني. عندما نتكلم عن إعمار وبناء لا يصح هذه الكلمة إلا بمشروع ضخم كبير جدا. طيب. أن يكون أو ينفذ، اللي هو مثل مشروع المجاري.